وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون كيك الشوكولاته وجوز الهند، وتاني حاجه هنعملها هتكون الالكسندر كيك. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك الشوكولاته وجوز الهند. ومقادير الكيك هيكون 4 بيض، 1.5 كوب سكر، 4 معالق صغيره روح اللوز، 4 كوب جوز الهند. وعندنا الحشو هيكون عباره عن 1.5 كوب كريمه و400 جرام شوكولاته باللبن. هنبتدي نضرب البيض روح اللوز مع السكر كله لحد ما الخليط يوصل لمرحلة الشريطة، اللي هي هتبقى البيض لونه هيبقى أفتح بكتير والملمس أو القوام بتاعه هيبقى تخين. في نفس الوقت نبتدي نغلي الكريمة علشان نعمل بيها الجناش اللي هنحشي بيه الكيك. الكريمة دلوقتي خلاص بتغلي، هحط معاها الشوكولاتة وأقلبهم مع بعض علشان نعمل الجناش، وهكمل أضرب السكر مع البيض. كده الجناش بقى جاهز، وكمان البيض بقى وصل لدرجة الشريطة. هنجيب جوز الهند وهنضيفه لخليط البيض والسكر شوية شوية. زي ما احنا شايفين الكيك دي ما فيهاش دقيق خالص، هي بس بيض وسكر روح اللوز، وفي الاخر خالص بنضيف جوز الهند بالراحه، فبتبقى كيكه خفيفه وان شاء الله تعجبكم. واخر جزء من جوز الهند. ودلوقتي هنحط العجينة في صينية متحضرة بالزبدة والدقيق. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي 30 دقيقة. وده بيكون شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن. والجناش طبعا بنسيبه لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة، وده هيكون الملمس بتاعه. يستحسن ان احنا نسيبه طوال الليل علشان يكريستلايز، او الشوكولاتة اللي فيه ترجع تبقى بالملمس والقوام اللي احنا بنحبه. ودلوقتي نبتدي نزوقها.
ونحط الطبقة الثانية الكيك. خلي بالنا لان الكيك طبعا طريقة قوي، ما فيش اي جلوتين ماسكها في بعضها، ف بتتكسر بسرعة. ونزوق الكيك من فوق. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. ونطلع فاصل وبعد كده نكمل وصفة النهاردة مع بعض. اهلا بكم، نعمل تاني وصف حلقه النهارده اللي هي الالكسندر كيك. ومقادير الشورت كيك هتكون 1.5 كوب زبده، 3.5 كوب دقيق، 4 معلقه كبيره سكر، و2 بيض. وبالنسبه للحشو هيكون 1.5 كوب مربى توت احمر، وعندنا جليز هيكون 2.5 كوب سكر بودره، و2 معلقه صغيره عصير ليمون. هنحط الزبده والدقيق والسكر، وهنضربهم مع بعض لحد الملمس بتاعهم ما يبقى ملمس رملي. الشورت كيك على عكس الكيكس التانية العادية بنعملها تقريبا زي ما بنعمل السابليه او الكراست بتاع التارتس، بنضرب الحاجات الجافة مع بعض وبنحط السوائل اخر حاجة، وبنبقى عايزينها تفضل شوية مرملة علشان يفضل في فراغات هوا فيها، عشان هي كده بتبقى الشورت كيك. اوكي، دلوقتي الملمس بقى رملي، ونبتدي نحط البيض واحدة واحدة. احنا عايزينها تفضل بالشكل ده، مش عايزينها تبقى عجينة ناعمة قوي، عايزينها تبقى عجينة مرملة شوية، يعني مش زي العجين الناعم. هنقسمها على القالبين، وبرده مش هنضغط عليها جامد قوي، عايزينها تفضل مرمله كده زي ما هي. وهنبتدي نفردها في الصينية، وهي في الفرن عشان نسبة الزبدة اللي فيها هتبتدي تسيح حاجة بسيطة وتملأ الفراغات. احنا شايفينها دي هنخليها مفرولة كده زي ما هي. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 170، وهتقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة.
وده بيكون شكل الألكسندر كيك بعد ما بتطلع. وبعد كده هنحشيها بالمربى، بس الأول نعمل الجليز. والجليز هنعمله بكمية الليمون اللي احنا قايلين عليها، بس لو احتاج مية زيادة ممكن نزود. اوكي، نبتدي نحط مربى بين الطبقتين. نحط الطبقة الثانية من الألكسندر كيك. بعدين آخر شوية مية. ونبتدي نحط الجليز فوق الوش. ونفرد الجليز بالراحة خالص. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي ألكسندر كيك، ويا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.